ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة الأستاذ خالد محمود، الكاتب الصحفي بجريدة الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن الليبي. سيد خالد، بعد التحية، الرئيس السيسي شدد على ضرورة إخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا، كيف يمكن حشد الدعم الدولي للمساعدة في تحقيق ذلك لتحقيق الاستقرار في ليبيا؟ شكرا لحضرتك. أعتقد أنه يعني لم يثبت أنه أي رئيس لمصر حدد بوضوح وجلاء وبشرف ونبل وفروسية استراتيجية مصر تجاه ما يجري في ليبيا كما فعل اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأول مع محمد المنفي في أول زيارة للدولة العربية منذ توليه السلطة مع حكومة الدبيبة في ليبيا. ما فيش شك أنه الموقف المصري ينبع من أمور استراتيجية ويراعي بالأساس مصلحة الشعب الليبي، وكان الرئيس واضح جدا في ربطه ما بين مصلحة وأمن واستقرار مصر بأمن واستقرار ومصلحة ليبيا. الأمور هنا يعني تتجاوز مرحلة مجرد التلويح بالدعم، هناك مساعي مصرية جادة وتحرك استراتيجي لدعم السلطة الجديدة في ليبيا على أمل أن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وقيادة ليبيا الشقيقة إلى مرحلة يمكن فيها إجراء انتخابات ومن ثم منح الإرادة الشعبية للشعب الليبي لاختيار من سيحكمه. مصر هنا بتنتصر لإرادة الشعب الليبي وثوابته، وتتحرك أيضا من أرضية إقليمية وعربية دولية داعمة للسلطة الجديدة في ليبيا. وليس سرا انه هذا الزخم الاقليمي والدولي الداعم للمنفي ودبيبه في طرابلس تقف وراءه مصر فقط. فيما له صله بكلام سيادتك ايضا سيد خالد، الرئيس السيسي جدد ايضا استعداد مصر لتقديم خبراتها للحكومه الليبيه في مختلف المجالات، كيف يمكن تعظيم التعاون المصري الليبي في عملية إعادة الإعمار في هذه اللحظة؟ بتصور أنه بمجرد أنه حكومة دبيبة تبدأ في يعني وضع ملفات الخدمات العامة والبنية التحتية الأساسية اللي هي طبعا اتدمرت على مدى السنوات الماضية، وهناك مشاكل بالجملة يمكن أن تساهم مصر في حلها، وهناك مجالات كثيرة للتعاون بما يخدم مصالح الشعب الليبي بالأساس. المواطنين في طرابلس عندهم مشاكل معيشية يومية مؤثرة جدا، من ثم وانت حضرتك بتتكلم على تجربة مصرية رائدة في التنمية وسبق أن أشار إليها المنفي ودبيبة، بعتقد انه يعني مصر قادره باذن الله تعالى على يعني الاستجابه لاي متطلبات قد تحتاجها الحكومه الجديده في ليبيا من اجل النجاح في مهمتها الصعبه، وهي صعبه صحيح لكنها مش مستحيله كما قال الرئيس اليوم. نعم، جزيل الشكر الاستاذ خالد محمود، الكاتب الصحفي بجريده الشرق الاوسط والمتخصص في الشان الليبي، كنت معنا عبر الهاتف.